مساء الخير واهلا بيكم، حلقه جديده من بوكس تو بوكس. النهارده الحلقه اللي هي ليله مباراه الاهلي وسان داونز، المباراه الاهم للنادي الاهلي في الدوري الافريقي، والمباراه اللي هيترتب عليها تاهل الاهلي من عدمه للمباراه النهائيه. وان تاهل الاهلي ان شاء الله بكره اعتبر الكاس في الجزيره، يعني اللي هيكسب بكره ويتاهل بكره حظوظه للفوز باللقب، وعشان برضه نكون يعني واقعيين ما تقلش عن 60% بعد كده. اذا مباراه بكره هي مباراه مفترق الطرق. اذا الكلام للاعبين والجهاز الفني والاداري ولكل الناس. ده يفسر لك ليه الكابتن محمود الخطيب ظهر النهارده في مران النادي الاهلي. بوجوده النهارده واللي سبقه اجتماعات وكلام مع مارسيل كولر المدير الفني. وده اللي يفسر لي ليه القايمه بتاعه النادي الاهلي مش بس ضمت قايمه المباراه بتاعه بكره، مش بس ضمت امام عاشور، ده ضمت كمان احمد عبد القادر. اللي هي الحواديت اللي كان الناس مشغوله بيها بما فيها مارسيل كولر. يعني هو انشغل في حاجات بره الملعب عكس طبعه وعكس يعني طبيعته وعكس شخصيته. انشغل عن حاجات كتير الفتره اللي فاتت من قبل حتى الماتش بتاع اتحاد العاصمه، وانا دايما لما بتكلم بقصد اذكر اتحاد العاصمه اقول مش ده مارسيل كولر طوال هذا الوقت. لكن القايمه بتقول ان هناك شيء ما حدث، وده اتجاه للتصحيح. تمام. القايمة شملت أحمد عبد القادر وشملت إمام عاشور، وهو نفسه طلع اتكلم في المؤتمر الصحفي وقال أنا مفيش بيني وبين إمام عاشور أي شيء. وده كلام محترم جدا. ليه؟ عندي حاجتين النهارده لازم أتكلم فيهم. أول حاجة هو اتكلم بشكل إيجابي عن إمام عاشور عكس اللي اتكلم عنه من أسبوع. لما اتسال بعد ماتش سيمبا وقال لك انا ما عنديش لعيب ما يديش 100% في التمرين ويطلب مني اشتغل، ما عنديش الكلام ده. اتهام واضح لامام. النهارده اتكلم قال لك لا ما فيش اي حاجه. هو كان عنده احساس بالاصابه والكلام ده، اهو بيقول ما فيش اي خلافات بينه وبين امام، ما فيش اي اساس من الصحه حول هذا الكلام الذي يقال. في مباراة الدوري الأخيرة خرج إمام عاشور والجميع كان يرى كيف كان يتألم، حاول العودة سريعا، تحمل على نفسه، هذا ما اكتشفته عندما شارك في التمرين لكنه لم يعجبني. خد بالك إمام لما خرج في الدوري زي ما هو بيقول كان عنده كدمات، ما كانش عنده إصابات عضلية. إنها مش موضوع نفتش فيه دلوقتي. إنما خلاص هو الراجل استعد علاقته بلعبته. وجود أحمد عبد القادر كمان مهم لأنه مسج لكل اللعيبة ولكل الناس ان كله لازم يتكاتف لاجل تخطي هذه المباراه. هو قال لك انا هستلهم ادائي قدام سان داونز بكره من شعار النادي الاهلي اللي هو النسر. والنسر عنده صفات، وعجبني التشبيه. يعني عجبني عشان كده بقوله. والنسر عنده صفات اللي هو الهدوء والتركيز والنظرات الثاقبه، ويحدد الهدف بتاعه ثم ينزل بكل قوة على الفريسة بتاعته ويصطادها ويطير. احنا عايزين كده بكرة. عايزين مارسيل كولر ينزل الملعب يصطاد الفريسة بتاعته ويطير للنهائي. ينزل يصطاد سان داونز بكرة ويطير للنهائي، خصوصا مع التصريحات اللي قالها مدرب سان داونز النهاردة مكوينة. قال عدد من التصريحات منها بيدينا درس. يعني قال لك يعني انت الاهلي ليه بيقعد كل شويه يتحجج بالتحكيم ويتحجج بحاجات ويتحجج بمحتاجات؟ دي امور لا يجب ان يتكلم فيها النادي الاهلي. ده مكوينه بيدينا درس الحقيقه. يعني ماشي يا عم مكوينه، متشكرين جدا. وبيقول لك ان النادي الاهلي كل ما يتعثر يتلكك. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، الموضوع مقري من قبل 3-4 ايام قبل المباراه، بس الاهلي اللي اتاخر في الكلام والاحتجاج. ان الاهلي يعترض ان الماتش الساعه 3، طبعا يعترض. وانت بتحدد الماتش بكيفك ليه؟
اشمعنى انت اللي بتحدد الماتش بكيفك؟ اشمعنى ماتشات الاهلي اللي اتلعبت قبل كده عندنا في مصر هنا في البطوله دي بتاع سيمبا الاهلي ما حددوش بكيفه؟ هل ده ايه صدفه يعني؟ يعني توارد خواطر عند سان داونز وعند الناس اللي بتدير المسابقه؟ اكيد في اتفاق سري. ان يجي حكم مجهول يحكم المباراه ده ايه يعني؟ فعايز اقول لمكوينا يعني خلي كلامك لنفسك يعني. وادانا درس ان مورينيو بيقول كده اللي ينشغل بره الملعب بيخسر. عموما بكره هنشوف. انا هاخد من كريم نيدفيد وهاخد من الشناوي واقول ان الرد في الملعب النهارده في تصريحاته فعلا الرد بكره في الملعب. وهفضل ازعلهم اللقطه بتاعت مكوينا واللي اثارت الناس كلها بقت تاخدها لدرجه انه اتسال عنها النهارده في المؤتمر الصحفي. اتقال له هو انت ليه فرحان؟ هاتولي اللقطه اللي احنا كنا عاملينها. انت ليه فرحان وكنت ليه سعيد وعمال تتنطط؟ قال لهم عادي ما انا كسبان لازم افرح يعني. لا اذا كنت هتاخد بقى من مورينيو مثال ده انت كسبان 1-0 في مباراه الذهاب قدام بطل افريقيا ولسه عندك العوده اللي هي بكره. فالطبيعي انك تتحفظ وتنتظر، لكن انت عايز تبين يعني على الشاشات ان انت جامد يعني وان الاهلي سهل انك تتخطاه وكل الكلام ده. عشان كده انا خدت اللقطات دي وقلت اتفرجوا على لعيبه الاهلي لان الرد يبقى فين؟ بكره في الملعب. لازم لعيبه الاهلي بردها في الملعب. لازم المدير الفني برده في الملعب. لازم التشكيل بكره يبقى صح. لازم يلعب بكره اللعيب المركز. لازم نص الملعب بكره يقفل مفاتيح اللعب بتاعت سان داونز. لازم نص الملعب بكره يبقى متجانس. لازم انتشار الفرقه بكره يبقى كبير. لازم الفرقه بكره تكون قريبه من بعض. لازم حسين الشحات يبقى موجود في التشكيل. لازم يكون كهربا موجود في التشكيل مع بيرسيتاو. ولازم نص الملعب يكون موجود كوكا مش مروان مع اليو ديانج مع امام عاشور. ممكن يبقى اكرم يبدا وان كنت انا يعني ببقى قلقان، لكن ممكن يبدا ياسر ابراهيم جنب عبد المنعم ومعلول والشناوي.